أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. 3 أنشطة ممتعة مارسيها مع جوزك في العزل. دراسة، الرجل يشعر بالحب قبل المرأة ب6 أسابيع. وزير الاتصالات، شبكة الإنترنت قادرة على استيعاب الأحمال غير المسبوقة. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. يمارس الكثير منا حالياً التباعد الاجتماعي بالبقاء في المنزل، الأمر الذي أصاب الكثيرين حول العالم بالملل وجعلهم يبحثون عن طرق جديدة للاستمتاع داخل المنزل، منها ألبوم الذكريات ومسابقة الطبخ والألعاب القديمة وإعادة ترتيب المنزل بخلاف أوقات المرح والضحك واللعب بين الزوجين. جاهزة؟ جاهزة. ديكي بياخد حبوب منشطة. إيش معنى؟ هو في حيل يعمل أنشطة؟ قاعد جنبي سعادة البيت. إيش معنى؟ هنقضيها طبخ وتنظيف ولا إيه؟ بيشوف صورنا القديمة في الألبوم. إيش معنى؟ ركز في الجديد، أنا هنا كل يوم. العشة عندي كلها لعب وفرح. إيش معنى؟ أصلي بحب أزود أوقات البرح. كشفت دراسة أمريكية حديثة بأن الرجل يشعر بالحب قبل المرأة ب6 أسابيع، وبمقارنة نتائج الدراسة بالدراسات السابقة اكتشفوا أن الرجل هو أول من يصرح بحبه للمرأة في 70% من العلاقات. وأكدت الدراسة على أن مشاعر الحب التي تغمر الرجل أو المرأة حيال الطرف الآخر تعتمد إلى حد كبير على عامل التوقيت ومدى وجود علاقة جسدية. جاهزة؟ يلا جاهزة. قال لي بحبك وقلبي بيضيع. إيش معنى؟ قلت له فوت عليا بعد 6 أسابيع. واقف قصادي ومشاعره حساسة. إيش معنى؟ قلت له أنت زي ما قالت الدراسة. قال لي بحبك واحترمي تصريحي. إيش معنى؟ قلت له في علاقة ولا أرتاحي. واقف مكسوف وقاعد يبص. إيش معنى؟ هينطق ولا نستنى شهر ونص. قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شبكة الإنترنت تتحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة الحالية على مستوى العالم كله، مشيرا إلى أن نسبة الدخول على الإنترنت زادت بنسبة 75% جراء تواجد المواطنين في منازلهم لساعات طويلة بسبب فيروس كورونا إن لم يكن بشكل دائم. جاهزة؟ جاهزة. يا وزير الاتصالات كلامك شغال. إيش معنى؟ أنا كمان بستوعب الأحمال. أحمالي ضربت يا سيادة الوزير. إيش معنى؟ تعالى لي العشة والصلح خير. يا سيادة الوزير تعبت من الكلام. إيش معنى؟ أحمالي ضربت من قلة الاستخدام. مش عاوزة إنترنت وعالم افتراضي. إيش معنى؟ عايزة ديك أنا راضية وغوراني. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها. 3 أنشطة ممتعة مارسيها مع جوزك في العزل. دراسة، الرجل يشعر بالحب قبل المرأة ب6 أسابيع. وزير الاتصالات، شبكة الإنترنت قادرة على استيعاب الأحمال غير المسبوقة. يحفظكم الله.